ويانا عبر تطبيق زوم الأستاذ أيمن عيتاني، خبير في تقنية المعلومات والويب 3. مساك الله بالخير أستاذ. مساء الخير. يا مرحبا. يا هلا مرحبا بك. يعني بداية أستاذ أيمن، شو رأيك بهذه التحديثات الأخيرة لتيك توك، وهل في ثغرات برأيك من هذه التحديثات؟ هلا تطبيق تيك توك استعماله هائل كثير بالعالم كله وبالعالم العربي كمان، وعدد الأشخاص اللي مستعملوه كثير كبير، والفئات العمرية شاملة من الصغار للصغار للكبار الكبار. وهل رواج الاستعمال بيعمل ضغط أكثر على مؤسسة تيك توك إنه تكون شوي عم بتراعي أمور اليومية تبع الأشخاص اللي من ضمنها مثلاً إذا نحن عنا ناس بعائلتنا تحت سن 18 يكون عندهم صعوبة أكثر إنه يطلعوا لايف، خاصية لايف على الإنترنت، لأنه خاصة خاصية لايف على الإنترنت عم تكون من البيوت، يعني من جوات بيوتنا عند الناس يعني. وإذا في وعي، يعني قلة وعي اللي تجي مع العمر يلي بتعمل نوع من مشاكل. منشان هيك تغيير الفئة العمرية من 16 ل 18 بيسهل أكتر على تيك توك تكون هي عم توازي الضغوطات والاجتماعيات الموجودة بالبلاد، وكمان من جهة تانية يعني الفئات العمرية يلي مرتاحة وواعية أكتر عم تقدر تشارك أكثر بنظام اللايف. إنزين أستاذ أيمن، كمختص في هذا المجال، هل تشوف هذه الخطوة يأتي اليوم بسبب الانتقادات اللي يتعرض لها التطبيق، أكيد اللي أكيد ما تخفى على حد، وهاي نوع من التراجع، خلنا نقول إنها تحاول في تراجع عن الانتقادات أو كسب أكثر الرأي العام؟ أخشاب، أنا بشوفها إنه تيك توك عم بيكون عم بيواكب شو عم بيصير في بالاستعمال تبع استعمال يعني كمنتجات اللي عنده اياها مثل لايف ومضمون وغيرها، لانه الاستعمال عم بيتغير وعدد الاشخاص عم يكبر ويكبر عليه، فعم عم بيتطور مع التطورات اللي عم بتصير معه بالتطبيق. والانتقادات اللي بتجي يعني هي دائما موجوده لتيك توك ولفيسبوك وانستغرام ويوتيوب، كله عليهم انتقادات، بس عم يكون يعني كل هالمؤسسات عم تسمع وتشوف انه نحن بهمنا إلنا مصلحه انه نغير بهالموضوع اما لا. بس اكيد كانتقادات هذه اكيد تعمل ضغط، بس انا بشوفها اكثر هي عم بيواكبوا التطورات والتحسينات والتغييرات لاستعمالنا نحن كاشخاص بقلبه، عم بيحاولوا يتفادوا مشاكل بهذا الموضوع كمان. زين استاذ ايمن، يعني بحسب معلوماتك وخبرتك، هل تشوف انه ممكن يصير خرق لهذه التحديثات من قبل المستخدمين، خاصه ان البعض يعني ما يحط معلوماته الصحيحه، وتحديدا العمر، يعني يقدر يسوي حساب ثاني على تيك توك وبيحط أي عمر ثاني، شو رأيك؟ هلا اللي عم تتفضلي فيه يعني بمحله، لأنه هني نظريا كل هالتطبيقات من عمر 13 ويعني من فئة عمر 13 وأكبر لا ينضم لها، بس كلنا بنعرف بعيالنا وببيوتنا وبأقربنا كانوا بفئة عمرية أصغر من هيك، عمرهم 11 و12 و10 انضموا لهالتطبيقات هذه، يعني لأنه مثل ما تفضلت الشخص بيقول هو بأنه أنا عمري هالسنة انضم هذه سنة المولد بكفي بهذا الموضوع. فهي يعني ما بتحتاج خرق، يعني خرق يعني بعد ابسط من هيك حتكون، بس واحد بس ينضم بيغير العمر بيكون خلص يعني بيقدر ينضم لهذا للتطبيق. منشان هيك بيلعب دور اكثر، نحن يعني بنحكي شوي اكثر قدام بالحلقه اليوم عن الوعي ببيوتنا والوعي مع الاشخاص، يعني هذه اللي لازم نحكي فيها شوي. يعني هي كأنها خطوة منهم استباقية أو تحذيرية، وفي النهاية الوعي نفس ما ذكرت على المستهلك هو أو المستخدم هو الأهم. واليوم هناك كثير من التحديات أستاذ على تيك توك خطرة جدا، يعني أدت بعضها إلى وفاة عدد من الأطفال وحتى الكبار. برأيك شو هي أهم الخطوات اللي يجب اتخاذها من تيك توك للحد من هذه المخاطر، خاصة وأن بعض التحديات ليست بالضرورة تكون خلال بث مباشر، ممكن تكون في فيديوهات أو تشاتينج مباشر حتى؟
هلا في شق مسؤوليه على تيك توك كتطبيق تقني، يعني في شؤون تقنيه فيهم يعملوها من جهتهم، وفي شق نحن كمستخدمين يعني علينا مسؤوليه كيف طريقه استخدامنا للتطبيق وشو عم نشوف على الانترنت. هن فيهم وهن عم بيعملوها كمؤسسه تيك توك، يعني لو يكون في فيديوهات رائجه بس مشكوك بامرها او بصلاحيتها، عم بيلعبوا دور هن فيها انه عم بيخففوا يعني عدد الاشخاص اللي بيشوفوها، يعني كسرعه الانتشار لما بيصير واضح انه في مشكله بهذا المضمون، يعني عم بيقدروا اني تقنيا يعني يخففوا شويه يعني موضوع الانتشار السريع لها، بس هيدي على حالات معينه مختصه وبده يكون في تقارير كافيه فيها لحتى يصير فيها اذا هي كان اجتماعيه او غير مواضيع فيها. وفي كان مواضيع اكثر حتكون هي يعني نحن كمستخدمين كيف عم نفكر، كيف عم نشوفها، وكيف اولادنا عم يشوفوها، ونلفت له نظرهم على موضوع كل مش كل شيء بنشوفه على الانترنت يعني صحيح، مش كل شيء الناس بتقول لنا نعمله بنعمله، لانه في مثل ما تفضل الاخشاب انه في مواضيع انه اذا الواحد شرب منتج تنظيف شو لازم يعمل بعدين، ما لازم يشرب منتج تنظيف، هذا ما خصه تيك توك، موضوع وعي اساسي. صح يعني صح فعلا. يعني استاذ ايمن انت ما قصرت على المعلومات اللي قدمتها لنا، شكرا لك استاذ ايمن عيتاني خبير في تقنيه المعلومات والويب 3. شكرا، مشكور استاذ.